السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يندرج حليب الإبل ضمن أنواع الحليب الحيواني الذي يشهد استهلاكاً متزايداً في العديد من بلدان العالم، إذ بالإضافة لمذاقه اللذيذ، فهو يعد خزاناً للأحماض الدهنية الصحية التي تدعم سلامة القلب. أما بغناه فيما يخص الفيتامين ألف، فهو يعزز صحة البشرة. وأخيراً ما يهم السكري، فإنه رغم عدم توفر معطيات حول مؤشره وحمله الجلايسيميان، إلا أن العديد من الدراسات أشادت بفعاليته في ضبط مستويات جلوكوز الدم. فحسب إحداها نشرت بالمجلة الدولية للغدد الصماء والتمثيل الغذائي، فإن شرب حليب الإبل طيلة شهرين أدى لارتفاع معدلات الأنسولين لدى مجموعة من مرضى السكري من النوع الثاني مقارنة بمجموعة أخرى تناولت حليب البقر. ومن هنا، فإن كنت تعاني من الداء الأيضي وترغب في الاستفادة من الحليب، فينصح بشرب كوب متوسط منه، أي حوالي 100 مللتر خلال حصة واحدة في اليوم. وختاما لحلقتنا، نرجو أن نكون قد أفدناك عزيزي المشاهد بهذه المعلومات حول حليب الإبل. وإلى موضوع قادم إن شاء الله، دمت ومن تحب بصحة وعافية.